تعبيت مي نمت في التعب طلعت أغراض ولا مليانين مي أبشر مي طفت. لا كثير من الحلول هنا، بل في معظم الأحيان لا حلول أبدا. الجميع محاصرون بين خيمة سئمت منها أرواح ساكنيها وبين ثلوج لا ترحم صغيرا ولا كبيرا. ترى الناس هنا منهكين منشغلين، فأحدهم يبعد أكوام الثلج عن خيمته، وآخر تكاد العروق في قدميه تتجمد وهو يبحث عن وسيلة للتدفئة، وثالث يلتقط على عجل الملابس التي كستها الثلوج. هنا في مخيمات الشمال السوري ينهمك الآباء والأمهات في تفكيرهم، كيف يتحايلون على أطفالهم لإقناعهم أن بإمكانهم النوم حتى وإن كان البرد يسكن عظامهم. يتساءلون كيف نمنع أكوام الثلج المتراكمة على قماش الخيمة من أن تسقط فوق الرؤوس. يحتارون وهم يفكرون ما الحل لمنع قطرات المياه المتسربة من السقوط على وجوه الأطفال والرضع وهم نائمون. في كل خيمة بهذا المكان قصص معاناة لا تنتهي، فالحياة هنا لها عنوان واحد فقط، هو البؤس. هذا العم أبو يزن يقف عاجزاً أمام عاصفة الثلج التي ضربت المخيم الذي يعيش به. لا شيء لديه سوى جرة غاز صغيرة يتدفأ مع أفراد عائلته من خلالها، يدفع ثمنها في هذه الأيام الباردة حتى وإن كان على حساب الطعام. لا يعرف أبو يزن النوم ليلاً رغم حاجة جسمه المتعب إلى ساعات طويلة من الراحة بسبب الأمراض التي يعاني منها، والسبب في ذلك هو البرد. تأثيره والله يا ابن الحلال، طبت خيمتي وشقشقت سداجي كله مي، يعني لاحظت أنت سداج كله مي بدست على السداج كله مي. إيه وحسبي الله ونعم الوكيل. في كل شتاء يتجدد الخوف في قلوب ساكني المخيمات بالشمال السوري، فالشتاء هناك يعني غرق الخيام، مشي بالوحل، أجساد لا تعرف الدفء، وأطفال يرتجفون. هنا خيمة العم أبو النور، الرجل الذي لم يفكر بنفسه عندما رأى الثلوج تحاصر خيمته، بل كل همه كيف يحمي أحفاده الصغار. يقضي أبو النور وقتا وهو يجمع الحطب من البساتين ليعود بها إلى الخيمة ويشعل بها المدفأة المتواضعة من أجل أحفاده. تكافح عائلة أبو النور كي لا تستيقظ وهي مغمورة بالثلوج. يشكو العم من فصول حياته المريرة، فالمعاناة بالنسبة له لا تتوقف حدودها عند البرد فقط. والله بحملة بتطلع يعني على هالبرد اللي ما عم نقدر مندفيه، على الأدوية اللي ما عم نقدر منأمن له، هي طاس الحليب ما عم نقدر نأمنها، حفوضات يعني لا حياة بدي ما عم نقدر نأمنها، يعني إيش تقول لك، حياة مأساوية. في خيمة أبو النور هذه الطفلة التي تمنحك شعورا بالأمل ببراءتها وتمسكها بطفولتها حتى في أصعب الأوقات، لم تتنازل أبداً عن اللعب في الثلج، فحاجتها إلى السعادة أنستها قليلاً الشعور بالبرد. تخبرك بأنها تحب الثلج وأنه لا يتسبب لها بالبرد، لكن إذا ما نظرت إلى يديها فستخبرانك بمقدار البرد الذي تشعر به. امبارح لعبت بالثلج، لبست كفوف صغيرة ألعب بالثلج. هذه الليالي القاسية عاشتها ويعيشها بشكل متكرر أكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون ضمن نحو 1300 مخيم في الشمال السوري. المئات من هذه المخيمات أقيمت بشكل عشوائي وتفتقر لأدنى مقومات الحياة الضرورية بحسب الأمم المتحدة. هذه المخيمات وسكانها دائما ما يكونون أولى ضحايا الطقس، فلا الصيف يريحهم ولا الشتاء يعطف عليهم.